معايا نجم نادي الزمالك السابق الاسبق ومنتخب مصر كابتن وليد صلاح عبد اللطيف. كابتن وليد مساء الفل. مساء الفل يا استاذ محمد يا حبيبي، اخبارك ايه؟ كله تمام والله الحمد لله. الزمالك عايز فرود، يعني من الواضح عايز فروده مش فرود واحد. انت فين طيب؟ ما هو يعني انت ايام ما كنت بتلعبوا انتوا كنتوا خمسه مثلا. طبعا ده لا كانت ده كنت كبيرة. انت وحسام حسن وعبد الحليم علي وجمال حمزه وبسيوني وبسيوني والدماني متهيألي واسامه نبيه والدماني. ده انت سبعه، ده انت كده سته سبعه. كنا كتير قوي. انت كنتوا بتلعبوا اتنين فراوده؟ اتنين فراوده من السبعه. من السبعه يعني كان في خمسه دايما بره. بره كان في بقى في على الاحتياطي مثلا قاعد بره واحد ولا اتنين والباقي بره 18 فرد. يعني بصراحة كان يعني عدد كبير من المهاجم. الوقت الزمالك عايز مهاجم في غياب كمان سيف الدين الجزيري. الأول قول لي انطباعك عن هذه المباراة بعدين نتكلم هل الغيابات دي هتكون مؤثرة ولا لا يا كابتن. لا يعني يا استاذ محمد مباراة صعبة نظرا للظروف اللي نادي الزمالك بيمر بيها وعدم الاستقرار اللي موجود يعني والحالة النفسية للعيبة واللعيبة اللي هي غايبة لأسباب معينة. فمباراة صعبة جدا، انت خارج من هزيمة من فرقة الطبيعي اللي انا اكسبها 3 4 5 ده الطبيعي. لكن هنقول نظرا للظروف الجو الارض يعني فترة الاعداد قليلة ما كانتش كبيرة يا دوبك 10 ايام بس وخدت راحة 35 يوم. فكل الحاجات دي طبعا بتصب في مش في مصلحة الفريق. فانا شايف ان المباراة صعبة جدا. بيراميدز عنده سكواد كويس ومحترم وعملوا فرص اعداد كويسه. بس خلينا نتكلم ان ده دلوقتي امر واقع، يعني الاعداد القليل وكل الحاجات طبعا. ايه امر واقع دلوقتي. كيف يخوض الزمالك هذه المباراه وكمان في ظل الغيابات وغيابات لعيبه تقيله؟ انت بتتكلم في زيزو، بتتكلم في فتوح، بتتكلم في حتى حاتم سكر الفتره الاخيره كان اساسي في غياب فتوح ممكن تعتمد عليه ناحيه الشمال كمان مش موجود. بتتكلم في سيف الدين الجزيري والمهاجم اللي بيعتمد عليه بشكل كامل. اوسوريو فوجئنا برده مش في القايمه النهارده. يعني كيف سيتعامل الزمالك بقى فنيا وتكتيكيا وخططيا في ظل الغيابات دي وفي ظل كل الظروف دي مع هذه المباراه، خصوصا ان المباراه كمان بالنسبه له مهمه قبل مباراه العوده وخسران ماتش اللي فات بتاع ارتا سولار. فيعني كل حاجه يعني ملمسه مع بعض ان لازم الزمالك يعمل نتيجه ايجابيه. بص يا استاذ محمد، هي لو اتكلمنا بقى فني يعني اوسوريو لازم يعني ما يعتمدش على الطريقه بتاعته اللي هي 4 3 3 او 3 4 3. الفتره دي انت عندك الاصابات وعندك مشاكل والبدني مش كامل او مش مكتمل، لازم اشتغل 4 2 3 1. ده رقم واحد. رقم اثنين، انت دلوقتي العب بالطريقه دي ليه؟ الاثنين في نص الملعب يموتوا نفسهم، الاثنين ستة دولت هو يغطوا الملعب كله اللي هو مثلا دونجا وروقة. بترشح اكتر اثنين دول؟ دونجا والسيسي عشان بيجري كتير. دونجا يعني وعمرو السيسي وقدامهم اوباما عشان استفيد منه، لان لو هو الراجل لعب 4 3 3 ولعب اوباما رقم 8 مش هيدي بالصوره اللي هو هيديها. هيبقى متاخر تحت اكتر. لكن هو يلعب 10 ليه؟ لان انت برضه مش عايز اللعيبه تجري كتير. انت الطريقه بتاعت اوسوريو محتاجه بدني كتير ومحتاجه ضغط عالي. في الوقت ده انت مش كامل بدني، لان اللياقه مش كامله. مظبوط. فلازم اشتغل على قد الامكانيات المتواجده معايا بقى. اعرف ال 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 ان انا ما اخليش اللعبة تجري كتير. لازم اتمركز صح، لازم العب 4 2 3 1. هي دي انسب طريقه لنادي الزمالك الفتره دي باللعيبه اللي موجوده دي. لو طريقه اي طريقه ثانيه اعتقد ان هي هتبقى مشكله كبيره لنادي الزمالك واسره. فلازم الجهاز الفني او جهاز المعاون يتكلم مع الراجل في حته طريقه اللعب. فانا شايف ان انت بكره لازم تشتغل 4 2 3 1، هي دي الانسب عشان ما تجريش كتير، ما تخليش اللعبه تجري كتير، وفي نفس الوقت انت مالي الملعب، وفي نفس الوقت بتدافع بثلاثه. اوباما الكره ما تتقطع هيرجع نص الملعب مع دونجا وايا كان اللي موجود سيسي او روقه، يبقى انت كده قفلت الملعب خلاص بقى. وبهاجم باربعه، اوباما وشيكابالا مثلا وناصر وشلبي. يعني هي دي انسب طريقه يا استاذ محمد، غير كده الامور هتبقى صعبه جدا في الفتره دي. تبدا بشيكابالا المباراه؟
والله انا ما اعرفش مين اللي موجود تاني غير شيكابالا. انت عندك ابراهيم اناضاي مثلا ناحيه الطرف، عندك نيمار بيلعب طرف يمين او شمال، وعندك مصطفى شلبي وعندك شيكابالا، دول الاربع اطراف اللي موجودين. يعني انا شايف ان نيمار لازم ياخد، لعيب كويس وعنده ثقه ولعيب مهاري وسرعات كمان وسرعات كل حاجه ولعيب كويس جدا. وشلبي وناصر، يعني انا افضل ان شيكابالا لما بينزل بيبقى اكتف قوي قوي على المرمى والفرقه بتفوق معاه. يعني في ماتش زي ده شيكابالا افضل يبقى معاك ورقه بره؟ انا افضل دي يعني. لان المباراه هتبقى محتاجه مجهود عالي جري، فانت لازم تحط يعني عنصر شباب شويه عشان الطبيعي جدا ان البدن بتاعي لسه قليل، فحط شباب شويه والشوط الثاني ابدا اعمل التغييرات بتاعتي بالخبره بقى. طيب لو قلت لك التشكيل في رايك، يعني طبعا صبحي في حراسه المرمى، انت بتقول يلعب اربعه ورا صراح. اربعه مظبوط كده؟ تمام. طب انت بتتكلم على اليمين عمر اليمين. جابر سوري على اليمين مسلوسي. مسلوسي طيب يعني. على الشمال بقى عبد الشافي. عبد الشافي لو انا مش عبد الشافي في القايمه خد بالك. طيب يبقى كده هيلعب. بس يعني خد بالك برضو عبد الشافي ما شاركش من فتره طويله جدا، لان عبد الشافي لو عبد الشافي هتخليه الحته دي يقف فيها، مش لازم يعمل شهور يا كابتن بتاعته. خد بالك عبد الشافي شهور. انا معاك بس بيتمرن. طب انا دلوقتي ما عنديش بكره لو اتمرن، وده بدا فتره اعداده كله يعني. هو عبد الله جمعه مش موجود برضه، عبد الله لسه ما جهزش فخرج من القايمه. فما اعرف يعني اكيد بيبقى عبد الشافي يعني. بتلعب عبد الشافي او في حل ممكن الراجل يلعب المسلوسي ناحيه الشمال او عمر جابر ناحيه الشمال ويغير بين الاثنين. انت يعني انت بتميل لكده ولا تميل انه ما دام في الشمال يبقى باك ليفت صريح حتى لو مش جاهز 100%؟ بالظبط، لو عبد الشافي جاهز وكويس وفي التمرين قدامي كويس العبه طبعا. طيب وفي قلب الدفاع تبدا بمحمود علاء، ممكن تفاجئ الناس بمحمود علاء. انا بالظبط انا عايز محمود علاء وعبد الغني حسام. لا حسام محمود علاء وحسام عبد المجيد. طيب نص الملعب انت بتقول عمرو السيسي ودونجا واوباما. لان بالظبط، لان انا دونجا لازم يعني في الحته دي نفسه شويه. حته السته دي ده الديفندر اللي احنا عارفينه اللي هو بيجري وبيقطع وبيوقف الهجمه بتاعت الفرقه الثانيه. عمرو السيسي نفس الكلام، بيجري كتير انا مش عايز منهم كوره، يعني انا مش عايز منهم كوره كويسه، انا عايز بس يعدوا لي الكوره في الثلث الهجومي بس، يبقى دورهم انتهى في الفتره دي بس، ويضغط باستمرار لما الكوره تبقى مش معاك. بالظبط كده. وتخلي الاربعه اللي قدامك هم اللي يهاجموا وانا الاثنين في نص الملعب مأمنين. طب لكن مش عايز دونجا يطلع بره الملعب على الطرف، ولا عمرو السيسي يتطرف ويروح يضغط مكان حد مكانه. هو بيجري كتير ويعني بينسى. لازم يركز شويه في المنطقه بتاعته، المنطقه بتاعته عشان ما يسيبهاش، اهم حاجه عمق الملعب. طب انت تفضل يبدا من اضاي ناحيه اليمين ولا نيمار؟ اذا اعتبرنا ان شيكابالا يبقى قاعد ورقه، ودي فكره لانه انت بيراميدز اكيد هيبقى من بدايه المباراه عايز يخطف او حاجه، فانت لو قدرت تخلص الشوط الاولاني بنتيجه ايجابيه سواء تعادل او فوز، يبقى شيكابالا في الشوط الثاني هيبقى ايجابي جدا معاك. صحيح. طيب فتبدا ببراهيم اناضاي افضل ولا نيمار؟ ابدا بنيمار ناحيه اليمين. مصطفى شلبي ناحيه الشمال. عنصر شاب وعنده مهاره وبيجري بيعمل تريبلينج كويس قوي قوي بالكوره وبيجري يعني. ناحيه الشمال طبعا شلبي، مصطفى شلبي. وفي راس الحربه طبعا ناصر منسي. وناصر منسي ايه اللي تقوله ناصر منسي بقى في ماتش زي ده؟ لان هو كل الكلام دايما ان اوسوريو مش مقتنع بيه كمهاجم صريح، مع ان ناصر منسي جاي الزمالك مهاجم وطول عمره بيلعب قدامنا مهاجم يعني. والراجل فدي جايه له فرصه في ماتش كبير وماتش جماهيري وماتش يعني ممكن يبقى بالنسبه له يقلب حياته في الزمالك 180 درجه. صحيح يعني هو المفروض يبقى فاهم بقى ان هو هيلعب تسعه راس الحربه، وامكانياته كويسه، مباراه مهمه، ما لعبش من فتره كبيره، كان مصاب ورجع يا دوبك يعني لحق كام ماتش في الاخر. لكن من الواضح ان اوسيريو يعني ما كانش بيعمله تبديله، يعني ما كانش بيغير خالص. لكن اتمنى ان هو يبقى كويس، يعني هو بيلعب دماغه كويس وبيحجز كويس، فالحته دي انا عايز الحته دي بس اللي هي تجيب لي فاول على 18،
تحجز في كرة وتعمل اسيست لحد مثلا جاي من تحت. يعني الامور دي اعتقد ان ناصر عنده خبره، لاعب كتير دوري ممتاز وعنده الخبره اللي هو يأديها بشكل كويس، لان دي الفرصه، يعني دي فرصه مباراه زي ما حضرتك قلت ان مباراه مصر كلها تتفرج عليها. علي جبر طويلة. واحمد سامي دول السردباكين بتوع هيقدر يشتغل عليهم بيراميدز. تنصحه بايه مع علي جبر واحمد سامي؟ يعني لو يعني انت لو انت اللي هتلعب الماتش ده وقدامك علي جبر واحمد سامي، هتلعب على ايه؟ العب على ان انا دايما طول الوقت بين الاثنين دول في الملعب. بين المساكين بتوع اللي هو علي جبر واحمد سامي. ما اطلعش بره ال 18 كتير، اسيب الاطراف هي اللي تشتغل. اللي جاي في وشي احجز واسلم اللي في وشي اللي جاي في وشي. يعني امور طبعا بديهيه وامور لراس الحربه معروفه، لكن هي الامكانيات بقى هي اللي تحكم بقى. امكانياتك دي مواصفات راس الحربه. انت الامكانيات بتاعتك هتقدر تنفذها، هتبقى فايق في المباراه، حالتك النفسيه والبدنيه كويسه، والامور دي كلها هتفرق ليله المباراه او يوم المباراه. طيب السكواد بتاع بيراميدز قوي يعني مفيش شك. طيب اذا اعتبرنا مثلا احمد الشناوي في حراسه المرمى، من ناحيه اليمين ممكن يلعب احمد فتحي لان الشيبي موقوف. في الشمال محمد حمدي رجع بالاصابه ودخل القايمه. قلب الدفاع قلنا علي جبر واحمد سامي. نص الملعب هيبقى عندك مثلا وليد الكارتي، ممكن يبقى عندك مهند لاشين، ويبقى معاهم مثلا عبد الله السعيد، وممكن يبقى على اليمين مصطفى فتحي، على الشمال ممكن يبدا برمضان صبحي، والفيرود يبدا بلاكاي او ميال اللي هو المهاجم الجديد ده. فده سكواد قوي. مين تعمل له حساب في الفرقه دي الاول مبدئيا؟ هما اتنين عبد الله ومين؟ عبد الله السعيد ومصطفى فتحي. صحيح. عبد الله ومصطفى. الاثنين عندهم مهارة عالية جدا وعندهم رؤية عالية جدا للملعب والكرة في رجله. عندهم المهارة، مصطفى فتحي عنده المهارة اللي يعدي من أي حد. فالاثنين دول أخطر اثنين في بيراميدز من وجهة نظري يعني. لو فايقين مين يقابل عبد الله؟ يبدأ من أوباما؟ يعني يسقط أوباما؟ ما هو أوباما هينزل، اللي هيستلمه دونجا أو عمرو السيس، لأن عبد الله السعيد بيزق نفسه مع الفراده ويسقط عشان يشتغل 10 من تحت راس الحربه. المفروض الطبيعي اللي هو الديفندر اللي بيقابله. لو اوباما ما قابلوش، ما ردش في الكوره ولا حاجه، يبقى واحد من الديفندرين هو اللي بيستلم. ومصطفى فتحي تقفل عليه ازاي؟ ورمضان صبحي خد بالك ناحيه الشمال هيبقى خطير جدا برضه. ما هي الفكره ان انت يعني انت لو واقف على رجلك كويس والامور ماشيه بشكل كويس، ما يعني مش هيبقى فيه خوف. لكن الطبيعي جدا ان انت المسلوسي او عمر جابر هو اللي هيقابل رمضان صبحي ومصطفى فتحي، ولازم يساعده برضه نص الملعب، سواء من هنا دونجا ومن هنا عمرو السيسي. صحيح. ومن ناحيه اليمين مصطفى فتحي اللي هيقابله عبد الشافي لو لعب، او عمر جابر او المسلوسي مع تغيير المكانين يعني باك ليفت وباك رايت. طب انت متوقع باتشيكو يلعب على ايه في الزمالك؟ يعني هيقابل الزمالك ازاي؟ يعني هو بيلعب على الحاله النفسيه رقم واحد. يعني الحاله النفسيه للاعيبه نادي الزمالك عدم الاستقرار والامور اللي احنا شايفينها والهزيمه اللي هي اخر مباراه. فطبعا بيلعب على العامل النفسي ده مهم جدا. لكن في ارض الملعب الامور بتختلف بقى. اللي واقف على رجله صح، واللي جاهز صح، وبينافس تعليمات المدرب. واذا كان المدرب فايق للفرقه وتغييراته، ده اللي هيكسب يعني، او هيأدي بشكل كويس. طيب هو ليه الناس مستصعبه الماتش على الزمالك؟ ما هو يعني دايما الكلام الاخير ان بيراميدز سكواد 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 سكواد، وانه الزمالك ومشاكله واللي ما اعرفش ايه وايه ما هو طبيعي يا استاذ محمد. يعني احنا لو في الامور الطبيعيه المباراه دي واحنا كسبنا بيراميدز كتير يعني. لكن الظروف اللي احنا فيها دلوقتي، عدم استقرار ومفيش لعيبه جديده، تدعيمات، فتره اعداد قصيره جدا، هزيمه اول مباراه ليا في الموسم، كل الامور دي طبعا بتخلي الزملكاوي خايف، او جمهور نادي الزمالك خايف متوتر من اللقاء ده، خصوصا انت بتلعب فرقه تقيله جدا عندها سكواد عالي جدا. فالظروف اللي محكوم فيها نادي الزمالك اللي احنا شايفينها كلها دي طبعا
طبيعي جدا لازم تأثر على الفرقة بشكل كبير. فالحالة النفسية دي أهم حاجة. كابتن وليد أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. ليك توقعات للنتيجة الأول؟ يعني طبعا أو خلينا نقول أقرب لإيه؟ يعني هي أقرب من وجهة نظرك لإيه؟ أقرب للتعادل يعني. هي أقرب للتعادل. تمام كابتن وليد عبد اللطيف أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المدة.